اكيد محمد، لو كان اليوم خسرنا كنا ندخلوا في دوامه تاع كما يقول لك خساره مور خساره. نعم. باسكو يقول لك لا فيكتوار ابيلا لا فيكتوار، لا ديفيت ابيلا لا ديفيت. اليوم الحاجه اللي كانت المهم المنتخب ارض الاعتبار لهذا المنتخب. اظن باللي الثقه راهي غايبه عند اللاعبين، كاين اللي فقدوا الثقه، ما شفناش اللاعبين كما كانوا يلعبوا من قبل سنه 2019 وروح مع المدرب السابق اللي راح جمال بن ماضي، واليوم رانا مع بيتكوفيتش مازال ما يعرفش مليح المجموعه، كما يقول لك عنده شهرين ولا ثلاث شهور راهو في الجزائر، مازال ما عندوش بالك نظره عامه على كاع هاد اللاعبين. واليوم الخلاصه تاع المقابله احنا نحكموا الشوط الثاني، الشوط الثاني اللي كنا كما يقول لك بريزون فيه ودرنا لقطات مليحه اللي قدرنا نسجلوا بها اهداف، ولكن فوزي ماذا حدث بين الشوطين؟ ما الكلام الذي يمكن ان يكون قاله بيتكوفيتش للاعبين حتى تغير وجه المنتخب؟ محمد الخساره تاع لاغيني هي اللي دخلت الشك في اللاعبين وفي المنتخب وفي المدرب وفي الفيدراليه في كلش. الخساره تاع لاغيني ما حضرناش المقابله مليح، خسرناها، كانوا خير منا في كل الجوانب، تكتيكيا بدنيا تقنيا كانوا خير منا، احنا ما حضرناش المقابله، ماشي فريق غينيا افضل من الجزائر. نعم. غينيا كانوا محضرين علينا، عرفوا كيفاش يلعبوا يمتصوا الحراره تاع الجزائريين، وفي ذاك اللقاء خسرنا المقابله. ماذا تتوقع ان يكون قد حدث بين الشوطين؟ لا اللاعبين يكونوا تكلموا في غرف الملابس مع المدرب، وزاد من بيناتهم يقول لك لازم دوك تكون دوزيام ميتون لازم نرياجيو، جو بونس باللي كانت اون رياكسيون، سورتو اليوم احنا المهم المنتخب تاعنا اللي لازم يكون في أريحية باش يلعب المباراة تاعو، وإن شاء الله يخليو هذا المنتخب يعمل في صمت في أريحية باش أوموا يخرج من هاد المشاكل تاع القيل والقال والناس اللي راهي تدير في هاد الفتنة اللي حبت تضيع هذا المنتخب. باسكو اليوم لو كان خسرنا كانوا كاين بزاف اللي راحين يفرحوا، اوروزمو ربحنا باش أوموا الكالم. وصلنا لهذه الدرجة، وصلنا لهذه الدرجة باسكو البعض يفرح اللي خسرت محمد. كل ما نجوز معاك كاين أمور راهي تصرى في بلادنا في الرياضة يا محمد، خاصة في كرة القدم الناس ولات في تبع المصالح ما تبعش حب الوطن وحب الفريق. نعم. ولا حب الفرق. كاين منتخب نحبوه نتبعوه، من يخسر نتبعوه. كاين حاجة المدرب يغلط يعاود يسقم روحه، كاين الفيدرالية يتحاسبوا والرئيس الفيدرالية عليه كما يقول لك يمد كاع الإمكانيات لهذا الناخب واللاعبين باش يخليهم يكملوا المسار تاعهم. أمين، نحن نشجع المنتخب ولا نشجع الأشخاص. شاهدناك اليوم متحمسا جدا أثناء المباراة وصرخت كثيرا خاصة بعد الهدف الثاني، هل كنت متخوفا من هذه المباراة؟ هل كنت متخوفا من الخسارة أمين؟ أكيد لا أخفي عليك تخوفي قبل المباراة وحتى أثناء تخوفي زاد أثناء المباراة خصوصا في الشوط الأول بعد المستوى الباهت جدا الذي ظهر به أشبال الناخب بيتكوفيتش. لحسن الحظ أن الناخب أحسن قراءة المباراة في الشوط الثاني، توجيهاته أتت كلها قبل أن يقوم بالتغييرات، سجلنا هدفين بعدها قام بالتغييرات اللازمة من أجل تحسين النتيجة والحفاظ عليها. اليوم الفوز كان مهما جدا بغض النظر عن الأداء. اليوم شاهدنا أو اليوم كان الموعد المثالي لعبارة لا يهم الأداء بقدر ما تهم النتيجة. اليوم كان من المهم جدا أن يفوز المنتخب الوطني الجزائري بهذه المباراة، أولا للحفاظ على الصدارة، ثانيا لاغتنام أي تعثر للمنتخب الغيني الذي يلعب في هذه الأثناء أمام ضيفه الموزمبيقي، ثالثا وهو الأهم بين قوسين وعودة الهدوء إلى المنتخب الوطني الجزائري بعد الزوبعة الكبيرة التي هبت خلال مباراة غينيا وبعد المباراة. الآن أمام الناخب الوطني بيتكوفيتش خصوصا في حال تأجيل كأس إفريقيا وهو ما سيحدث غالبا إلى غاية 2026، سيكون أمامه الوقت الكافي والكافي والكافي من أجل إعادة دراسة الأمور وإعادة كل الأشياء إلى نصابها. سيكون أمامه على الأقل ثلاث مواعيد دولية ودية أو أربع مواعيد دولية ودية، سيكون أمامه الوقت الكافي لتجريب اللاعبين الجدد الذين سيأتون إلى المنتخب بداية من التربص المقبل. الآن الناخب الوطني شهد حقيقة بعض اللاعبين في المباراتين وعليه أن يكون حاسما وصارما مع هؤلاء اللاعبين. هناك لاعبون محمد
نقولها صراحة لم يعد لهم مكان في المنتخب الوطني الجزائري. مشكورين على كل حال على كل ما قدموه، ولكن صراحة هناك لاعبون سنأتي على ذكرهم بعد مكانة في المنتخب الحالي. سنأتي على ذكرهم بعد قليل بعد أن نستمع لميدو ليشرح لنا تلك الوضعية الصعبة التي كان يعاني منها المنتخب. يعني تخيلوا مدرب جديد خاسر في الجزائر أمام غينيا هدفين مقابل هدف واحد، يمشي إلى أوغندا شوط أول كارثي، جميع اللاعبين غائبين في هذا الشوط، نتلقى هدف من خطأ فادح وقاتل وصبياني، نغادر الشوط الأول باتجاه غرف الملابس ونحن خاسرين بنتيجة هدف مقابل صفر، موجودين في المركز الثاني أو الثالث بست نقاط فقط. كيف سيكون رد فعلنا في الشوط الثاني؟ يعني ميدون منتخب كان في وضعية صعبة جدا، ما حدث في الشوط الثاني حتى لا أقول حدث شيء إعجازي، حدث شيء مثالي، يعني لا يوجد أفضل من هذا أنك في أول ربع ساعة تسجل هدفين. ما لم يفهمه الجمهور الجزائري اليوم، كيف اختلف الأداء من الشوط الأول إلى الشوط الثاني؟ ماذا حدث للاعبين في غرف تغيير الملابس؟ هل غير بيتكوفيتش طريقة اللعب؟ هل تحدث اللاعبون فيما بينهم ورفعوا التحت؟ ماذا يمكن أن يكون قد حدث ميدو؟ أولا بدينا المباراة بطريقة سيئة جدا، شوط أول إلى غاية ربما دقيقة 35 باش شفنا قذفة بونجاح اللي خرجها المدافع للركنية بعد تسلل، ثم جاءت لقطة بن رحمة في نهاية الشوط الأول التسديدة اللي ضربت في القائمة، أعتقد من هنا اللي كان طلقت المباراة. نهينا الشوط الأول بتلك اللقطة، بدأنا الشوط الثاني بهدف. هنا من الجانب البسيكولوجي المعطيات تغيرت فوق أرضية الميدان، لأنه نهاية الشوط الأول تقريبا دقيقتين الدقائق الأخرين كملتهم بقوة شوية مقارنة ببداية اللقاء، عدلت سريعا مباشرة بعد الدخول، يعني الشك أشانجي دوكون راح من الجانب الجزائري للجانب الأوغندي، دخلهم شك، ثم بعدها هدف ثاني لبن رحمة كانت فيه بعض التعديلات اللي ممكن أن نشتم بدون تغيير اللاعبين، كانت فيه بعض التعديلات التكتيكية. كنا شفنا بعد الهدف الثاني وين عمورة راح مشى كجناح أيسر، شفنا عوار براتيكمون اون بوزيسيون دو فويلي دروا وين شفناه يروح كثير على الجهة اليمنى، تحول بن رحمة رفقة بونجاح كقلبي قلب هجوم ثابت اللي هو بونجاح، وبالرحمة كان يتحرك كثير في الخلف بونجاح، أعطاه ممكن المدرب أيضا بين الشوطين كان درس نقاط ضعف المنتخب الأوغندي على قلتها اللي ما ظهرتش، لأننا ما هجمناش بقوة وبشراسة في الشوط الأول، رغم أنه الشوط الأول أيضا شيء أريد إضافته لعبنا كثير كرات طائشة خاصة من عيسى ماندي، ضيع حوالي 7 أو 8 كرات في الشوط الأول كلها كانت طائشة بدون عنوان. نعم في الشوط الثاني قلت لك الهدفين اللي سجلناهم سريعا، وبعد اعتقد بانه في كانت فيه دراسه للمنتخب الاوغندي، والدليل انه الهدف الاول جاء بعد كره مسترجعه من عطال استرجعها سريعه وراح بها اعطاها العوار، اعطى عوار شفنا وش صرا باش جاء الهدف الاول. في الهدف الثاني كالعادة انطلاقة عمورة تقريبا حوالي 70 متر هو يجري بالكرة، بعدها ينوض خوفو عمورة جماعي أكثر من أنه فردي، كان قادر يسدد مباشرة، لا فضل ياسويري عطال بن رحمة جاء الهدف الثاني. بعدها شفنا المنتخب الوطني يلعب أكثر هدوء أكثر رزانة، خروج بن طالب دخول زروق اللي كنت انتقدته في المرة الماضية ربما بشدة، اليوم دخوله كان موفق، قدر مع بن ناصر وعوار يمد هذاك الكالم في وسط الميدان، دخول قندوسي ايضا بالقامه تاعو وباللي اللي يلعبهم، اعتقد بانه الشوط الثاني كان شوط المدرب بامتياز. قاسي سعيد، كيف يمكن ان نقنع المشاهدين بان المنتخب الذي لعب الشوط الاول هو نفسه المنتخب الذي لعب الشوط الثاني؟ كيف يمكن؟